وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. برحب بحضرتك يا فندم، صباح الخير. أهلا وسهلا يا فندم، صباح النور. كيف ترى في البداية يعني توجهات الدولة المصرية طبعا وحرص السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي خصوصا في مجال مهم زي صناعة الحديد والصلب؟ يعني يمكن ده بياتي استكمالا لسياسة طويلة تنتهجها الدولة المصرية تهدف أولا إلى توطين الصناعات المصرية، وثانيا إلى خلق بشكل عام إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار سواء في صورته المحلية أو حتى الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن هذه السياسة أتت ثمارها في أكثر من متغير اقتصادي. أولا طبعا يمكن حجم تدفق الاستثمار العالمي على الدولة المصرية، رغم أنه على المستوى العالمي وفقا لتقرير الأونكتاد الأخير حجم تدفق الاستثمار على المستوى العالمي منخفض وضعيف، إلا أنه حجم تدفق الاستثمار داخل الدولة المصرية شهد يعني تضاعفا بمقدار 12 مليار دولار. هذه واحدة. يمكن الأمر الثاني استراتيجية الدولة نحو توطين وتعميق الصناعة داخل الدولة، ده لي يعني آثاره الإيجابية التي تنعكس على كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي. أولا فيما يتعلق بتقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. الأمر الثاني أيضا زيادة أو خلق نوع من الاكتفاء الذاتي في الاستهلاك المحلي بالشكل اللي بيعالج كثير من المشكلات الاقتصادية. أولا طبعا زيادة نسبة التشغيل وخفض في عمليات البطالة له علاقة أيضا بشكل مباشر فيما يتعلق بالبطالة بالتضخم، لأنه طبعا وجود قدر كبير من الصناعات المصرية موجودة داخل الدولة بالشكل الذي يكفي إلى الاستهلاك المحلي. هذا واحد من أهم الأمور التي تعمق التنافس ما بين الشركات وبعضها البعض وما بين السلع وبعضها البعض، وبالتالي ده بيقلل بشكل كبير من واحد من أهم أسباب التضخم اللي هو فائض الطلب أو حتى التضخم المستورد الذي يأتي من الخارج. وبالتالي الاعتماد على الاستيراد بشكل أكبر بيجعل الدولة دائما يعني عرضة لأي تضخم قادم من الخارج. طيب يعني لو تكلمنا أكثر عن القدرات التنافسية التصديرية، أين يوجد هذا القطاع، القطاع الضخم والتأكيد هو مهم للدولة المصرية، قطاع صناعة الحديد والصلب، كيف يؤثر توطين الصناعة المصرية في الأسواق التنافسية، وأين يوجد هذا القطاع في الأسواق التنافسية؟ يعني يمكن هذا القطاع تحديدا يعد يعني مدخل لإنتاج كثير من الصناعات الأخرى، وبالتالي فهو يعول عليه كثيرا في بناء الاقتصاد أو في قطاع الصناعة بشكل عام. فكرة أنه التوسع في الإنتاج أو حتى توطين الصناعة بشكل أو بآخر بيعطي قدرة تنافسية للدولة. يمكن هذا الأمر الدولة المصرية الآن لديها فرصة كبيرة في هذا الصدد، خاصة بعد يعني انفتاحها على العالم بهذا الشكل وتعامل العالم بأسره مع الدولة المصرية باعتبارها يعني ممرا للنفاذ نحو الأسواق الأفريقية، خاصة مع تدشين منطقة التجارة القارية واعتبار مصر في كثير من المنتديات أن العالم بيتعامل معها باعتبارها متحدثا باسم الدول النامية في كثير من المنتديات العالمية. ويمكن بعد انضمام الدولة المصرية إلى تكتل البريكس بينمو أهمية هذا القطاع، ويعول كثيرا على فكرة الزيادة أو احتمالية زيادة حجم التبادل التجاري ما بين مصر والتكتل بشكل عام أو ما بين مصر والدول على شكل فردي دول بريكس الأساسية. ويمكن الدولة المصرية في هذا القطاع يعني استطاعت أن تضع لنفسها بنية تحتية معتبرة في هذا الإطار، سواء فيما يتعلق بشبكة الطرق، سواء فيما يتعلق بخلق المناخ الجاذب للاستثمار، سواء كان استثمارا قادما من الخارج للصناعة أو للاستثمار في نفس هذا القطاع، خاصة أن هذا القطاع بيلاقي كثير من الرواج داخل الدولة.
طيب على يعني على ذكر البريكس، ربما هذا يعني هذه المجموعه المهمه التي سوف تنضم اليها مصر بالتاكيد في يناير 2024، يمكن بيدرس البعض اهم الملفات او الصناعات الموجوده في الدول الاعضاء وكيف تستفيد هذه الدول من بعضها البعض. هل ترى ان قطاع صناعه الحديد والصلب في مصر يعني قادر على يعني اجتياح هذه الاسواق؟ هل نحتاج لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع ام سوف تستفيد هذه الدول من هذا القطاع تحديدا؟ يعني يمكن لو نظرنا حتى الى حجم التبادل التجاري حتى ما قبل انضمام مصر الى البريكس في العام 2022، حجم التبادل التجاري الذي وصل يعني الى ما يعادل 20 مليون دولار، حجم كبير يعني فيما يتعلق ب سواء في حجم تجارة مصر مع التكتل نفسه أو حجم تجارة مصر مع الدول بشكل فردي. لو نظرنا إلى تحليل هذا التبادل التجاري من حيث الصناعات هنجد أنه يعني قطاع الحديد والصلب يتصدر هذه القطاعات سواء في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وخصوصا كثير من الدول داخل الدولة الأفريقية يعني لديها ما يسمى بإعادة الإعمار، وبالتالي هذا القطاع سوف يشهد يعني رواجا في المرحلة القابلة. طبعا انضمام مصر لتكتل بريكس له كثير من المزايا، خاصة أن أنظار العالم كلها الآن يعني تتوجه نحو القارة الأفريقية، ولدينا الآن يعني يمكن ثلاث دول هي دول قاطر في القارة الأفريقية: جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا ومصر وأثيوبيا مؤخرا، وده يمكن بيعول عليه كثيرا في يعني النظر أو إلى تضاعف حجم التبادل التجاري مع القارة الأفريقية بشكل عام. خليني أستغل وجود حضرتك دكتور محمود، برضو يعني مش بس قطاع مهم زي قطاع صناعة الحديد والصلب، ولكن أكيد بالتأكيد مصر عندها صناعات مهمة جدا تنافس في الأسواق يعني العالمية. يعني أهم هذه القطاعات التي سوف يستفيد منها تجمع البريكس أو مجموعة البريكس في المستقبل؟ يعني حقيقة الأمر هي الاستفادة متبادلة ما بين الأمرين، يعني سواء استفادة مصر بانضمامها إلى البريكس من الناحية طبعا الاستراتيجية أولا، والعالم الآن يتهيأ إلى ما يطلق عليه عالم متعدد الأقطاب، وبالتالي الخريطة الاقتصادية للعالم سوف تتغير، وأيضا البريكس يعني بتكتله بيعتبر يعني يحوي تقريبا ما يعادل تلت حبوب العالم، وبالتالي ده بيؤمن أو بيحفظ للدولة المصرية يعني أمان من الناحية الاستراتيجية فيما يتعلق بتوفير الحبوب. أيضا في حالة إقرار العملة الخاصة بتكتل بريكس واعتمادها للتجارة بينهم، ده بيخفض من الطلب على الدولار، وبالتالي هناك مكاسب مصرية كثيرة في هذا الإطار. أيضا المكاسب متبادلة بانضمام مصر إلى تكتل بريكس زي ما ذكرت لحضرتك، والعالم الآن يعني بينظر إلى القارة الإفريقية باعتبارها هي يعني الممر الآمن نحو زيادة حجم التجارة أو زيادة الاستثمارات، والعالم كله يتكالب عليها. تظل مصر هي الممر الشرعي للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، وبالتالي انضمام مصر لتكتل بريكس واحد من أهم الأمور التي تؤمن لها يعني ترويجا للقطاعات أو للتجارات داخل القارة الإفريقية. هناك قطاعات كثيرة يعول عليها في هذا الإطار، يعني يمكن أن تشهد نموا وتطورا ملحوظا في هذا الإطار، طبعا على رأسها قطاع القطاع الزراعي وتحديدا المنتجات الغذائية، قطاع الأدوية، قطاع البتروكيماويات، القطاع الخاص بالبترول يمكن أيضا التعويل عليه كثيرا خلال المرحلة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد.